الحجة يا إمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلماذا يصلي الله نارا على من يخرج على إجماع المؤمنين إلا إذا كان اتباع سبيلهم فرضا؟ وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. إذن فهذا هو بيان رسول الله على لزوم جماعة المؤمنين. واللزوم هنا هو أن تلزم الجماعة بعضها بعضاً في التحليل والتحريم والطاعة فيهما قولاً وعملاً حقاً وصدقاً. صدقت يا إمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. أحسنت.